الله على الهمة القعسة. مش ده بيت الاعتراف فيه؟ امال يعني مش سامع الاصوات ولا سبعي ولا ضبعي؟ هو المرحوم كان فقير دقة يبقى يستاهل؟ ما دام فقير وكحيان يبقى خساره فيه. عدم المؤخر اللي معاه قرش بيسوى قرش، واللي ما معاهش قرش اصفص عليه. عندك حق يا معلم، انت راجل عبقري فيلسوف. قول لي بقى. نعم. هو فين المتوفي؟ انا. ايه؟ انا. انت مستعطي حاجة يا سيدنا الافندي؟ انا المتوفي، انا المنتقل الى رحمته تعالى. انا عارف ان نمرة 13 دي منيلة على عينها، فانت الميت؟ ميت ازاي وانت صلاة النبي اهو يعني زي الحصان؟ وانا يعني الميت ده لازم يكون جثة همدة؟ امال يعني جثة ناطقة؟ في ناس كتيرة معلمي محسوبين احياء وهم في الحقيقة اموات. واحد محروم من العطف والحنية ده بيعتبر ميت. انسان ما شافش في الدنيا غير الجحود والنكران وعايش على هامش السيرة برضو ميت. واحد ما بيخدمش وطنه يبقى برضه ميت. اوه، في اموات كتير قوي يا معلم بالشكل. ايوه، بس الحاجات دي مش تبعنا. انا ما اعرفش اشتغل في حاجه صاحيه. ما انا هموت بعدين. وبعت لي مقدمه ليه؟ اعمل لك بروفا. علشان نتقاول وادي لك عربون واخد منك وسط، ولا انت كمان عاوز تحجز عليا؟ قول لي بقى. يا سلام، يا سلام على نظافة ذمتك. ما هي دي اللي جابتني الكافية. ازاي؟ تحب بقى تتفرج على الألبون؟ ألبون؟ انت عامل ألبون؟ امال اتفضل نقي الخشبه اللي تعجبك. عجب محسوبك حنوتي مدير نادي. كل سنه اعمل تجديد في الصنعه. زي بتوع الفساتين تمام، مره شوال ومره تحت الركبه ومره كده ومره كده. معقول؟ ايه ده يا معلم؟ دي خشبه دي ولا صاروخ؟ برافو على ذكاوتك، هي معموله على شكل صاروخ، اسمها الخشبه الصاروخيه. ايه ده؟ ودي خشبه احمر وازرق واخضر واصفر. دي بتطل لايت يعني تولع وتطفي زي السيما تمام. على كده بقى فيها اور كونديشن تكييف قوي يعني. ولا كلمه. قول لي انت ايه هتموت ليه؟ عزرائيل بعت لك انذار؟ لا، انا اللي بعت له. يا فندي خد لك دش. قال له ما تروحش القرافه وانت مسطول. انا يا اخويا لا مسطول ولا اسطول، بالعربي هنتحر، هموت نفسي. ليه؟ انت بتاكل بالدين؟ لا، باكل بالجسم. انت متجوز؟ انت هتحقق معايا بقى، انا خلصت كده ومفيش غير كده. ليه كده يا ابن الحلال؟ انا محبب عليا انك تموت واستنفع منك، لكن تموت موتة ربنا احسن. زي بعض. انت لما تكون ساكن في بيت ومتضايق منه مش بتعزل تروح بيت تاني؟ اعزل لو كان البيت قايل للسقوط. انا حياتي كلها قايله للسقوط، كل شيء
بيسقط من حواليا، المبادئ، المسن، الناس.